هنادي طبعا منذ الصباح في الساعة 10 صباحا بدأ وفد المتظاهرون إلى ساحة التحرير، يعني بالرغم من الأعداد القليلة التي تشهدها الآن ساحة التحرير، يعني بإجراءات أمنية مشددة حتى منعت الصحفيين والإعلاميين وحتى أدوات التصوير أن تدخل إلى ساحة التحرير وتنقل الصورة المباشرة. كانت هنالك إجراءات أمنية مشددة ومكثفة من قبل الشرطة الاتحادية ومن قبل الجيش العراقي لمنع حتى الدعم اللوجستي للدخول إلى ساحة التحرير، بالإضافة إلى أن التظاهرة كانت من المقرر أن تنطلق الساعة 4 عصرا أو 3:30 عصرا، ربما الآن ستبدأ حملة كبيرة من الناشطين بالدخول إلى ساحة التحرير من جهة الكرادة إلى ساحة الفردوس ومن ثم الدخول إلى ساحة التحرير للتحشيد لهذه التظاهرة. كما تلاحظين الصورة الخلفية ربما عشرات أو ربما مئات من المتظاهرون هنا في ساحة التحرير بالقرب من نصب التحرير، بالإضافة إلى كما ذكرت إجراءات أمنية مشددة وقطع للطرقات الطريق المؤدي إلى ساحة التحرير من جهة ساحة الطيران ومن جسر الجمهورية أيضا غلق وقطع بشكل كامل. ربما يعني في الساعة القادمة ستكون أو سيكون هنالك تحشيد كبير من قبل الناشطين للدخول إلى ساحة التحرير بأعداد كبيرة من ساحة الفردوس إلى ساحة التحرير. هل هناك توقعات مهدي بتحول التظاهرات إلى اعتصام مفتوح؟ يعني الأمر مرهون بيد الساعات القادمة، إن كان التحشيد كبير وإن كان وصول الدعم اللوجستي للمحتجون أو للمتظاهرون هنا المعتصمون في ساحة التحرير ستكون التظاهرة مفتوحة. ولكن زميلتي هنادي، هنالك من يحرك لإشعال هذه التظاهرة ولتخريبها من خلال الاحتكاك والمواحكات بين الشرطة الاتحادية. هنالك ثلة قليلة من المتظاهرين الذي لا تبلغ أعمارهم من يعني 15 سنة إلى 18 سنة، مراهقون يريدون يعني زعزعة الدور بين المتظاهرين السلميين الذين يريدون استمرار تظاهراتهم وبينهم الذين قاموا برمي الحجارة ورمي يعني علب الماء، وكذلك أيضا حصلت مواحكات بين القوات الأمنية في سبيل زعزعة التظاهرات وتخريبها من قبل المتواجدين هنا من بعض المندسين في ساحة التحرير. كما ذكرت هنادي الأمر مرهون فقط بيد الدعم اللوجستي، إذا وصل دعم لوجستي كبير من قبل المتظاهرين الذين ستوجهون من ساحة الفردوس إلى ساحة التحرير في الساعة القادمة، ربما قد تستمر يعني مفتوحة تكون، أو ربما قد تبقى ساعة واحدة أو ساعتين أو 3 ساعات، أو ربما استذكار اليوم وتنتهي التظاهرات.